الكعب هذا اللي يوجع، هذا مشكلة لناس كثير. كعبي أول ما أقوم من النوم أحط رجلي على الأرض، الكعب كذا كأنه في دبوس، كذا كأنه في شيء ينغذ، هذا كعبي يوجعني. كعبي يوجعني زي ما تكلمنا، هو التهاب اللفافة الأخمصية في 90% من الناس، لكن يبقى 10% من آلام الكعب ممكن تكون في خلف الكعب وليس في باطن الكعب. لكن التهاب اللفافة الأخمصية وألم الكعب هو هذا اللي تكلمنا عن أسبابه. يعني هذه نفس الالتهاب حق اللفافة هو يكون ما هو باين في كل القدم، بس يجي في الكعب أكثر حاجة في الكعب، بس أكثر الألم يكون تركزه في الكعب من تحت. طيب، وفي الصباح وبعد الجلوس لفترة وتبدأ توقف. طيب، بس في بعض الناس لما يروح يشتكوا من كعبهم إلا الدكتور يقول له إلا نبغى نسوي أشعة، فيسوي أشعة يقوموا يلاقوا في بروز كذا في العظم، يقوم يقول له شايف هذا مسمار مدري شوكة، هاي كنت حقول عليه مسمار ولا شوكة. شوف، التهاب اللفافة الأخمصية زي ما قلت لك تشخيص مجرد بالأعراض، يعني المريض ممكن يشخص نفسه فيه، تمام، لكن يجي للعيادة كثير من المرضى بس هو يرتاح نفسيا، يسوي لي أشعة. يعني قد ما تحاول تقنعه واللي يقتنع خلاص أنا ما أحتاج إني أسوي لك أشعة، لكن اللي مصر يمكن عشان تعرف الجزء من العلاج، يعني راحة النفسية للمريض أسوي له أشعة. بس يا دكتور في شوكة، أو يجيني بالأشعة وعندي شوكة القدم وكيف ممكن أسوي؟ صحيح. طيب شوكة القدم، إيش شوكة القدم؟ أي وتر أو أنسجة رخوة في الجسم إذا صار فيها التهاب لفترة طويلة تبدأ تتكلس، فتسوي أشعة تبان زي الشوكة، بالرغم أنه هذه الشوكة والتكلس اللي حاصل ترى هذا ما هو في مكان الدعسة نفسه، بيكون متغطي، أنت بتدعس في المكان وراه شوية، فهذا ما له علاقة، هو مجرد صورة. وحتى في العلاج، حتى لو وصلنا للتدخل الجراحي إحنا ما بنسوي شيء للشوكة هذه. بالله يقول لي متى أنت تسوي؟ مو في ناس كثير ترى من يوم ما يشوفوا هذا التكلس إلا يؤمن إنه المفروض إنك تشيله يا أخي، بارز وأنا حاسس إنه يعني بيضرب في قلبي يا راجل من كثرة الألم. أبداً، عمره ما يتشال. ما يتشال. عمره ما يتشال. حتى لما التدخل الجراحي أنت بتفك 75% من اللفافة هذه، بتعمل لها تريح بالجراحة. ما بنفكها بالكامل، لكن ما بنستأصل شيء منها. ما تشيلوها أصلا. أبدا. طيب، أبغى أسألك على موضوع ثالث. دحين الناس ييجوا في الصباح يقول لك والله إحنا نفس الكعب حقنا ولا نفس المفصل حق القدم يألمنا، أظن إنه عندي أملاح، ويروحوا الناس كثير مرة يسووا لهم حكاية الأملاح هذه، يقولوا أملاح، أظنه ما في أحد ما في دكتور من الدكاترة إلا تعب من حكاية الدكتور قال لي المريض أنت عندك أملاح زيادة. أظن كل الناس حبوا ما يقولوا إنه أنت وزنك زايد فيقوموا يقولوا له أنت عندك أملاح، يعني أنا أظن والله أعلم إنه الدكاترة جدا مؤدبين فيقوموا يقولوا أنت عندك أملاح زيادة. هي أصلا الأملاح هذه تسبب ألم في القدم؟ أول حاجة في أكثر نقطة من نقطة هتكلم عليها في موضوع الأملاح، الموضوع صراحة يعني مؤلم، مزعج ومؤلم، وللأسف لا نزال بنشوفه. يعني نفتكر في رمضان الماضي تكلمنا فيه أنا وإنت وبروف هاني معلم، كثير مرضى بيجوا بيكون قدم بتوجعني ويروح لمستوصف جنبه بيقول له عندك أملاح، مع احترام لكل الدكاترة، لكن للأسف بنشوف الممارسة هذه إنه يجيني بدواء الأملاح. أيوة، هذا عشان أنا كعبي يوجعني والدكتور عمل لي التحليل وقال لي عندك أملاح وهذا دواء الأملاح. طيب، الأملاح ما لها علاقة نهائيا بألم الكعب نهائيا. الأملاح مرض يصيب المفاصل، يعني بتتكون كريستالات تترسب في المفصل الإصبع إبهام القدم أو الإصبع الكبير في القدم يتنفخ ويصير أحمر ومؤلم جدا، أوقات يكون مصاحب بسخونة، فما له علاقة، ما له علاقة بالأملاح وألم الكعب نهائيا. أنت بتاخذ دواء الأملاح يعني بدون سبب. وسبحان الله يقولوا انهم هم تحسنوا، انا متاكد انه بس بسبب يعني كذا الاحساس النفسي انك انت اخذت دواء، لكن هو هذا دواء الاملاح احنا ليش بنحذر منه؟ علشان دواء الاملاح له اعراض جانبيه مره بطاله على الجسم.
صحيح، مع اني يا دكتور انا موقف كل الاملاح والله اكل اكلي بدون ملح. لا ما له دخل بالملح اللي تاكل، ما له علاقه. الاملاح اللي بنتكلم عليها الاملاح اللي بتكون في اللحوم والبقوليات وليست ملح الطعام، ما له علاقه. فاحنا بس بنركز، الله يخليكم، ما عندنا انتقاد لحكايه الاملاح، بس تذكر ما في اي املاح تسبب الم في المفصل، واحنا بنحذر منه علشان هذا الدواء حق اللي يقلل الاملاح، اللي يقلل هذا اليوريك اسيد، هذا له اعراض جانبيه ما هي مره كويسه، ما تحصل مع كل الناس، قليل جدا من الناس، لكنه لما تاخذه بدون داعي لا سمح الله، شفنا اعراض، شفنا مرضى صار لهم مشاكل من الدواء بسبب انهم كانوا بياخذوه بدون داعي، احساسهم انهم هم بياخذوه عشان عندهم الم في الاقدام، علشان احد قال لهم انتوا عندكم زياده املاح.